أهنئكم على رئاستكم لمجلس الأمن خلال هذا الشهر، وإني لواثق من حسن إدارتكم لأعماله، كما أشكر السيدات مارثا بوبي مساعدة وكيل الأمين العام لشؤون أفريقيا، والسيدة إيديم ووسورنو ممثلة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، والدكتورة لمياء عبد الغفار ممثلة المجتمع المدني ورابطة التخطيط الأسري. السيد الرئيس، ثمة تقدم نوعي برز منذ صياغة القرار 2736 فيما يخص بذكر المحرمات التي تواصلت من قبل أعضاء مجلس الأمن في الصمت عن إرسال رسالة قوية إلى الدعم السريع وانتهاكاته، وكذلك إلى دولة الإمارات راعية هذه الانتهاكات. إننا تبقى لنا ميل واحد بعد أن تم توجيه الرسالة إلى الدعم السريع، أن يتم توجيهها كذلك إلى الإمارات. وأشكر التوحد في اللغة ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وعدد من الوفود هنا حيال هذه النقطة، وهذا هو المسار الأول نحو وقف الحرب. السيد الرئيس، إن الاعتداءات المسلحة التي تشنها ميليشيات الدعم السريع المدعومة بالسلاح من دولة الإمارات تستهدف بشكل عامد وممنهج القرى والمدن، مستفيدة من عدم اتخاذ المجلس موقفا حاسما تجاهها، وتستهدف القضاء على حماية المدنيين وتشتيت تجمعاتهم في مناطق الزراعة لإفشال الموسم الزراعي حتى تتحول الفجوة الغذائية إلى مجاعة. هذا يلحق الضرر بالقطاعات الهشة وكبار السن والأمهات والأطفال، ويفاقم من تبعات إدارة اقتصاد دولة تواجه حرباً عدوانية، ويزيد من أعداد النازحين، ويوقف الإنتاج، ويعرقل عمليات الزراعة، ويجعل ملايين من السكان يعيشون على العون الإنساني في بلد يمكنها إطعام العالم كله بما تملك من مياه وأراض خصبة، ويحول السودان إلى نموذج استيطان هدام من مجموعات ديمغرافية قادمة من الساحل، ويستمر تدفق الدعم الإماراتي للمريشة عبر تشاد وجنوب ليبيا وأفريقيا الوسطى، حيث وصلت خلال هذا الأسبوع بعد المعركة التي جرت في دارفور بعد أن قصفتها عصابة الدعم السريع، وصلت عصائب من المرتزقة عبر أمدخن والطينة وأدري التشادية، ويتم إخلاء جرحاهم إلى مستشفيات أم جرس وأبشي عبر جسر جوي إلى الأمارات. هذه الوضعية التي فشل مجلس الأمن في مخاطبتها مكتفيا لوقت طويل بالتعميمات والتردد من ذكرها ورعاته من ذكر الدعم السريع ورعاته الإقليميين والدوليين، سوف تؤثر على مستقبل الأمن الغذائي في السودان وأفريقيا، والتمكين لنموذج إرهابي يؤثر على يضم أشتاتا من النازحين والمهجرين والعصابات الإثنية التي تسعى لهدم الدولة السودانية. بما في ذلك لاحظنا تحرك مجموعة المتمرد الشادي محمد بخيت دودوي من منطقة بجنوب ليبيا في اتجاه الكفرة، ثم منطقة أم جرس الشادية، ومنها إلى داخل السودان بعدد 12 عربة قتالية على متنها حوالي 100 مقاتل للمشاركة في الحرب بجانب الميليشيا الإرهابية التي تصمم على إسقاط مدينة الفاشر. تنشط كتيبة سبل السلام الليبية كذلك والموالية لقوات حفتر بمدينة الكفرة في توصيل شحنات الذخائر ومدافع الهاون من مخازن اللواء 106 الذي يقوده خالد خليفة حفتر إلى مناديب الميليشيا المتمردة وإدخالها للسودان عبر أم جرس التشادية. ولذلك سعينا المرة تلو الأخرى لحشد المعلومات لمجلسكم الموقر لوضعه أمام نموذج تهديد جديد للسلم والأمن في أفريقيا، وأن حكومة السودان تواجه عدوان ميليشيات مارقة لها امتداداتها على طول دول الساحل والصحراء، وعلى مجلس الأمن أن يعزز دور السودان في التصدي لهذا الطاعون الجديد والذي لا يقل خطراً عن وباء الكورونا، وأن يتخذ قراراً بتسمية الدولة راعية هذا الطاعون والذي يعرض سكان السودان إلى الإبادة بالتدريج وحرق البلدات والقرى. أما عن التساؤلات التي رفعها السيد العمامرة إلى حكومة السودان فإننا نعلق عليها بالتالي: أن حكومة السودان ملتزمة بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بما في ذلك أثناء العمليات الحربية، وتلتزم القوات المسلحة السودانية بقواعد الاشتباك التي تضع في أولوياتها حماية المدنيين وعدم استهداف أماكن تواجدهم
والمنشآت المدنية والبنية التحتية. ولذلك دأبت القوات المسلحة على إصدار تنبيهات عبر وسائل الإعلام ومنصاته المتنوعة تحذر من خلالها المواطنين بعدم التواجد في مناطق محددة تحت سيطرة المتمردين والتي تعتبر أهدافا مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي نفسه. هناك ادعاءات يروج لها التمرد باستهداف الطيران الحكومي للمدنيين والبنية التحتية بهدف إدانة القوات المسلحة السودانية، وثبت أن التمرد هو من كان يقوم بقصف المناطق المدنية بالتزامن مع الطلعات الجوية للقوات السودانية وينسب لها الإصابات في صفوف المدنيين. السودان ملتزم بحماية العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى التزامه بالسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى مناطق المحتاجين أينما كانوا، بشرط أن يتم إدخال الإغاثة عبر المعابر التي تم التوافق عليها مع الحكومة السودانية بالاتفاق مع الأمم المتحدة. ولعل كل عمال الإغاثة السودانيين الذين سقطوا وهم 6 قتلوا في مناطق تحت سيطرة الدعم السريع. أن الحكومة السودانية ملتزمة بتسهيل دخول الأشخاص والمساعدات من كل دول الجوار عبر المسارات التي تمت الإشارة إليها عبر المطارات 3 كدقل الأبيض الفاشر، وتلتزم بتسهيل دخول الأشخاص العاملين في المجال الإنساني بدون تعقيدات وبالسرعة المطلوبة تفاديا للتعطيل الذي يسببه موسم الأمطار. الحكومة السودانية مستعدة للتطبيق الفوري لوقف إطلاق النار في مدينة الفاشر بشرط التزام ميليشيا الدعم السريع ببنود اتفاق جدة الموقعة في 11 مايو 2023، والذي دعا لوقف إطلاق النار إذا التزم قرار الأمم المتحدة الصادر قبل يومين، وذلك بفك الحصار وإعادة قواته إلى مواقعها قبل الحصار. ظلت القوات المسلحة السودانية في مواقعها داخل مدينة الفاشر، بينما حشدت ميليشيات التمرد قواتها من ولايات دارفور والخرطوم والمرتزقة من دول الإقليم حاصرت مدينة الفاشر، مما تسبب في تأزيم الأوضاع الإنسانية. ظلت القوات المسلحة السودانية في حالة دفاع تمارس حقها الدستوري منذ تمرد الميليشيا في أبريل 2023، وتطلب الحكومة السودانية من مجلس الأمن بالضغط على الدول الداعمة للميليشيا المتمردة بالكف عن ذلك، حيث أن التمويل المستمر للمتمردين بالذخائر والأسلحة هو السبب الرئيس في تدهور الأوضاع بالفاجر وإطالة أمد الحرب. الحكومة السودانية ملتزمة بتسهيل دخول المساعدات عبر المسارات والمعابر، والتي تشمل معبر الطينة مع تشاد وجودة مع جنوب السودان، وتتحفظ على المعابر التي لا تخضع لسيطرة الدولة حتى لا يساء استخدامها، وتحتفظ بحقها السيادي في ذلك، ولدينا أمثلة في إساءة الاستخدام. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن نقل الإغاثة من مدينة بور سودان إلى بقية مناطق السودان أقل تكلفة ب3 مرات من نقلها عبر دول الجوار. ترى الحكومة السودانية أن كمية الغذاء الموجودة في السودان كافية لتغطية احتياجات المواطنين، وتناشد الأمم المتحدة لشراء الغذاء من السوق المحلي لتقليل التكلفة ودعم المزارعين. إن تقرير الوضع المرحلي للأمن الغذائي بالسودان لم يصدر بعد، ولكن المؤشرات التي يتوقع تضمينها بالتقرير أن هناك دوائر تريد تفخيخ التقرير لإعلان المجاعة في السودان كسلاح ضد الحكومة بعد فشل العدوان المسلح في إحراز التقدم، وهذا امتداد لإدراج الجيش ويعقبه تفخيخ مسألة العنف الجنسي الذي يتم ارتكابه بنسبة 98% من قبل ميليشيات الدعم السريع، بل ويتباهون به علنا في فيديوهات صريحة. توافق الحكومة السودانية على إجراء تقييم شامل مشترك بينها مع الأمم المتحدة للمطارات 3 المعنية أو المعينة عندما يكون ذلك متاحا، وتلتزم باستعجال منح تصاريح السفر وتسهيل الحركة عبر المعابر حسب موجهات المفوضية، مع الاحتفاظ بحقها في رفض منح تأشيرات لأي شخص ترى أنه مهدد لأمنها القومي. وفيما يخص البيان الذي صدر من مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة في 3 مايو، أن السودان اتخذت تدابير فورية لحماية المدنيين بما في ذلك التقيد بعدم توجيه الهجمات ضد مناطق المدنيين والسماح لهم بالمغادرة إلى مناطق أكثر أماناً، وعدم تورط القوات المسلحة في العنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك
بموجب التقارير التي صدرت التي سنشير إليها تيسر وصول المساعدات الإنسانية دون عقبات عبر جميع المسارات الممكنة عبر الخطوط والحدود للسماح للمدنيين بتلقي المساعدات الإنسانية مما يفند مزاعم عرقلة العمل الإنساني. إن القوات المسلحة أو الحكومة السودان تقوم بتبسيط وتعجيل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المتعلقة بإيصال تلك المساعدات، حيث صدقت مفوضية العون الإنساني مؤخراً على دخول عدد 31 شاحنة عبر معبر الطينة عبارة عن مساعدات إنسانية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي. تم التنسيق مع مفوض ولاية شمال دارفور لتكوين فرقة بمشاركة استخبارات الفرقة السادسة وممثل من جهاز المخابرات العامة بالولاية بغرض التنسيق وفحص الشاحنات عند دخولها عبر معبر الطينة. وهناك أمر مهم أريد أن أوضحه فيما يتعلق بمعبر أدري، والذي كانت تلح على فتحه الولايات المتحدة، بما في ذلك اهتمام السيدة مندوبة الولايات المتحدة شخصياً بفتحه، حيث خاطبتني ذلك هذا الصباح قبل بداية الجلسة. بالنسبة لمعبر أدري، لم يتم الإعلان عنه ضمن المعابر المتفق عليها من قبل صدور قرار مجلس الأمن الأخير، ورغم التحفظات الأمنية والعسكرية من استخدامه لغير الأغراض الإنسانية، فقد سمحت الحكومة في مارس 24 بعبور 60 شاحنة مساعدات. لتقريب الصورة إلى أعضاء المجلس عن معبر أدري، يوجد المعبر في مدينة تشادية، وهي تقع شرقي تشاد وغربي الجنينة، وعلى بعد حوالي 27 كيلو من الجنينة عبر الطريق البري، وتستغرق المسافة إليها من مدينة أبش التشادية 4 ساعات. إن المعسكرات الموجودة في أدري مؤقتة، وسيتم ترحيل اللاجئين فيها إلى معسكرات دائمة عند اكتمال التجهيزات. يوجد اللاجئون المؤقتون في 3 مناطق، في معسكرات كرينيك ومورني جنوبي أدري، ومعسكر عطشانة جنوبي غربي أدري، وهناك معسكر في مدينة أم جرس شمال شرقي مدينة أدري، ويوجد مركز واحد فقط لتقديم الخدمات الطوعية برعاية المبادرات السودانية، مثل مبادرة عيادة لأجلك التي تستقبل 120 مريضاً في اليوم مع قلة الكوادر، وتقدم فيها 350 وجبة للأطفال يومياً. يتم الاستعانة بتبرعات السودانيين في الخارج ومنظمة النداء العالمي التي توفر الأدوية وما قدمه الأطباء السودانيين في بريطانيا من مولدات وثلاجات مع الحاجة إلى الوقود. هناك مبادرة سودانية بمسمى أنقذ جينا، وهي بحاجة إلى توفير الدواء والطاقم البشري وأموال التسيير، ويقدمون برامج ترفيهية للأطفال والتدريب النسوي والدعم النفسي والاستشارات القانونية مع وجود قسم للحماية. وهناك مبادرة المساحة الآمنة للنساء والفتيات، وتقوم بتقديم جلسات نوعية وتنمية المهارات النسوية والطفلية. هناك معسكر أمبيلي الخاص بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين في الحرب على مسافة 8 كيلو جنوب غربي أدري، وبه مركز صحي لعلاج الإصابات والجروح، ويتم نقل الذين تتطلب حالتهم إلى عمليات إلى بورت سودان وأماكن أخرى، مع وجود مراكز قانونية من مطوعين سودانيين مثل مركز السلام للعون القانوني، مركز الجذور لحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات. ولذلك هناك حاجة ماسة إلى زيادة الأطقم الطبية والأدوية، لا سيما لمكافحة التهاب الكبد الوبائي، جرثومة المعدة والإسهالات المائية والأمراض الجلدية وسوء التغذية، زيادة عدد العيادات الطبية ووسائل التشخيص والعلاج، والحاجة إلى المزيد من أطباء الأطفال والمنظفات، وإقامة مركز طارئ لإجراء العمليات الصغيرة الطارئة تمهيداً لنقل المصابين إلى مستشفيات أخرى. أكد فريق العمل السوداني أن الجهات التشادية تقيد الحركة والعمل لأي جهات أخرى غير تشادية، ولا تدعم اعتمادات المبادرات والمنظمات غير التشادية. في اللقاء الأخير مع المنسقة المقيمة السيدة إنكويتا سلامي، أكدت لنا أنها ليس لديها شواغل إنسانية لمناقشتها، وأن الحكومة السودانية تعاونت مع الأمم المتحدة في تقديم المساعدات للمحتاجين تحت ظل الظروف الطارئة وتأزم الأوضاع بسبب الحرب، وأن التأشيرات الممنوحة في الدفعة الأخيرة بلغت 100 من أصل 120 تأشيرة. والتحدي الوحيد السيد الرئيس هو بشأن العون الإنساني، هو نقص التمويل الذي بلغت نسبة تنفيذ تعاقداته 16%. فيما يخص الوضع الصحي، أكد السيد وزير الصحة دكتور هيثم محمد إبراهيم أن التزام وزارة الصحة بتسهيل وصول المساعدات والخدمات والإمدادات الطبية
رغم التحديات التي تواجه العمل الصحي نتيجة شح التمويل وخروج نسبة كبيرة من المؤسسات الصحية عن الخدمة بسبب اعتداءات الميليشيا، بجانب استهدافها الأطقم الطبية، وأن نزوح المواطنين إلى الأماكن التي توجد فيها القوات المسلحة أدى إلى ضغط كبير على المرافق الصحية، وأن إعادة تأهيل القطاع الصحي من التدمير الذي تسببت فيه الميليشيا تحتاج إلى 11 مليار دولار. ومن هذا المحور ننوه إلى أن عدد من الأدوية يخالف المواصفات دخلت عبر تشاد وجنوب السودان، ولقد أكد محافظ مشروع الجزيرة أن هناك وفرة في الإنتاج الزراعي والمحاصيل الغذائية، ولكن هناك صعوبة في توصيل المنتجات إلى المحتاجين بسبب اعتداءات وممارسات ميليشيا الدعم السريع، والتي نهبت كل المدخلات الزراعية في مشروع الجزيرة من الأسمدة والبذور المحسنة والمبيدات الحشرية والمحاصيل والمستودعات الزراعية بالقوة حتى تتفاقم الفجوة الغذائية لتصل طور المجاعة، وبالتنسيق مع بعض الفاعلين الإقليميين والدوليين. وقد تمكنت القوات المسلحة من إسقاط 20 طن من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية في ولاية شمال دارفور بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية والصندوق القومي للإمدادات الطبية، وتم توصيل المستلزمات الطبية لكل المناطق بحراً وبراً وجواً ضمن الاستجابة لالتزاماتها بالقانون الدولي الإنساني. مفوضية العون الإنساني أكدت على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل توصيل الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفتح المعابر عبر الحدود مع مصر وشاد ودولة جنوب السودان وعبر ميناء بورسودان والمسارات الداخلية إلى دارفور بما فيها البرية والنهرية والمطارات الجوية في الفاشر وكدوغلي والأبيض، تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للعاملين في الحقل الإنساني بجانب تصاريح وأذنات تحرك الموظفين وشاحنات المساعدات، وطالب تقديم طلبات تأشيرات الدخول قبل وقت كاف مع مراعاة احترام القوانين الوطنية واللوائح الضابطة للعمل الإنساني واحترام سيادة الدولة. هناك بعض الأنشطة تقوم بها بعض المنظمات مع ميليشيا الدعم السريع، مع العلم أن مفوضية العون الإنساني هي الهيئة الوحيدة السودانية المنوط بها تنسيق العمل الإنساني، وأن الأجسام التي كونتها الميليشيا غير مشروعة. ومن هذا الإطار نذكر أن المنظمات الدولية لم توفر مساعدات دولية كافية، بالرغم من ذلك فهي تسرف في تقديم طلبات بمستوى غير مألوف للتأشيرات. وعلينا أن ننوه ونشكر السعودية وقطر والكويت في مستوى تقديم العون الإنساني، حيث تحل الأمم المتحدة في المرتبة الرابعة في مستوى تقديم الإعانات. إن سياسة الدولة المعلنة في المساعدات الإنسانية تسهيل إيصالها إلى كل المناطق ولجميع المواطنين سيد الرئيس دون أي عوائق وبلا استثناء. وفي هذا الإطار تجدد الحكومة التزامها بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية وما أعقبه من التزامات في الشأن الإنساني، وهذا يمثل الإطار القانوني الملزم لمعالجة كل الجوانب الإنسانية بما فيها توصيل المساعدات الإنسانية لجميع المواقع بالبلاد. أعلنت حكومة السودان في فبراير 24 فتح مسارات إنسانية دون طلب من أي جهة دولية أو وكالات أممية، بل استشعاراً منها بأهمية الإعلان عن فتحها ولهذه المسارات الإنسانية، وهو متفق حولها داخلياً وخارجياً لتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية. كانت المسارات الخارجية عبر مصر وجنوب السودان ودولة تشاد، وظل معبر الطين التشادية السودانية يعمل منذ فبراير 24 دون عوائق أمام كل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وسعت الحكومة أيضاً إلى فتح ممرات إنسانية لتوصيل مرور المساعدات لولايات جنوب كردفان وغرب كردفان والنيل الأزرق عبر التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، وذلك لإيمانها الراسخ بتسهيل انسياب المساعدات للمحتاجين دون عوائق. ولكن واجه هذا المسعى تعنتا من جانب الحركة الشعبية، وذلك بحضور وشهادة دولة الوساطة جنوب السودان، ولا يزال يحدو حكومة السودان الأمل في التوصل إلى اتفاق وقف العدائيات مع الحركة الشعبية مما يسهل إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين. لقد ظلت المساعدات منسابة إلى ولايات دارفور دون عوائق من طرف الجهات الحكومية، بل إن الطرف المعرقل للمساعدات وبشهادة المنظمات وغيرهم بالتأخير أو النهب
وتغيير الوجهة معروف لكم أجمعين، ولم تصدر أي منظمة أو وكالة من الموقعين على البيان أي إدانة لميليشيات الدعم السريع. ظلت الحكومة ملتزمة وتلتزم بتسهيل وتبسيط تلك الإجراءات بالعون الإنساني للمستوردات بصورة مستمرة ومجانية، مساهمة منها في تلك المساعدات لصالح المتأثرين. يمتد التسهيل في إجراءات تأشيرات الدخول رغم التحديات والعقبات المرتبطة بالتدمير الممنهج من قوات التمرد لمقار وممتلكات الشرطة، حيث تبذل وزارة الداخلية جهود كبيرة لاستعادة الأنظمة مما يمكنها من المساهمة مع المفوضية، ووزارة الداخلية لاستعادة الأنظمة بما يمكنها من المساعدة مع وزارة الخارجية والمفوضية في إصدار تأشيرات الدخول للمنظمات والوكالات مع استمرار أذونات التحرك للمساعدات الإنسانية. السيد الرئيس، هناك بعض الإشكالات في وصول السلع خاصة الحبوب الغذائية لبعض المناطق في ولاية الجزيرة وكردفان ودارفور، وهذا بالطبع لا يعني وجود نذر مجاعة، حيث أن المجاعة مرتبطة بتوفير الحبوب من الإنتاج المحلي والاستيراد الخارجي، وأن التقارير الصادرة من الجهات الرسمية مثل وزارة الزراعة وتقرير منظمة الأغذية الفاو المعروف بCFSAM قرر أن إنتاج المحاصيل الغذائية في السودان الصادر بصورة مشتركة مع الأمانة الفنية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة لا يتحدث عن مجاعة مطلقاً، بل يتحدث عن تحديات في إيصال حبوب غذائية. المنظمات الدولية ووكالات الأمم الموقعة على هذا البيان لم تحدثنا عن إجراءاتها ومشروعاتها في ظل شحة التمويل من المانحين. أما عن العنف الجنسي، السيد الرئيس، في التقرير الذي أعدته شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي إحدى منظمات المجتمع المدني الإقليمية في 23 يناير 24 أحصت 104 حالة اختطاف قسري للنساء وفتيات حديثات السن بسبب هجوم الدعم السريع على المدنيين، وأن أعداد الضحايا يزداد كلما هاجمت ميليشيات الدعم السريع المتمردة مناطق جديدة. وذكر التقرير أن المختطفات يستخدمن في العمالة المنزلية لخدمة أفراد الميليشيا قسرياً، يتعرضن لمخاطر العنف الجنسي. تتم عمليات الاختطاف بتهديد الأسر ومواجهة الترحيل القسري لأسر المختطفات إمعاناً في إخفاء آثار الجريمة، وتقوم الميليشيا بتجنيد الأطفال في القتال، وتحتجز بضع آلاف من المدنيين في مناطق مختلفة لاستخدامهم دروعاً بشرية تحت ظروف احتجاز غير إنسانية. ولذلك قرر اتحاد المحامين العرب تشكيل لجنة تحقيق وتقصي في جرائم الميليشيا المتمردة. من جهة أخرى، كشفت الأستاذة سليمة إسحاق رئيس وحدة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال عن تسجيل 159 حالة عنف جنسي خلال العام الأول للحرب، وأن هذا الرقم لا يمثل سوى 2 إلى 3% من حالات العنف الجنسي، وأن توقف الخدمات نتيجة هدم البنى التحتية وصعوبة الدخول إليها أثر على الحصر الكامل للبيانات والحالات والأخص في ولايات دارفور وكردفان، إلى جانب تحديات الحصول على خدمات الصحة الإنجابية العاجلة للنساء الحوامل. وقد وضعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خطة عمل مشتركة لدعم الآلية الوطنية لحماية النساء والفتيات في ولايات النيل الأبيض والجزيرة والقضارف وكسلة والبحر الأحمر، بما في ذلك إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الصدمات النفسية في تلك الولايات. بعد هجوم ميليشيا الدعم السريع للجزيرة في 2023 تغلغل مقاتلوها في عمق الولاية، أدى إلى زيادة معدل النزوح مما فاقم من معاناة النساء والفتيات النازحات إلى النيل الأبيض والقضارف وكسلة، وذلك لتوقف الخدمات الصحية والعدلية للناجيات، بما في ذلك فتح بلاغات وشكاوى رسمية ضد المغتصبين والجناة. معدل النازحين يتراوح بنسبة 36% في الخرطوم، 21% في جنوب دارفور، 12% في شمال دارفور. لا تزال وزيرة العنف الجنسي في ارتفاع مستمر في المناطق التي شهدت اجتياح الدعم السريع، والذي وظفته ليس فقط وسيلة إكراه لإخلاء المدنيين من منازلهم، ولكن وسيلة دنيئة للابتزاز الأمني للمدنيين في مناطق كانت آمنة بالأساس قبل هجومهم عليها. وتمارس الميليشيا ضغوطاً وإكراهات على المدنيين لإجبارهم للانضمام للميليشيا والقتال في صفوفها ضد القوات المسلحة، وإنها تستخدمهم كسلاح ضد المدنيين لأهداف
من بينها الامتهان والإذلال لأسباب عرقية أو بدوافع عرقية ومن أجل التهجير القسري، إشاعة الإحساس بعدم الأمان والإرهاب العرقي الإيديولوجي. يشير التقرير أن زيادة معدل أحداث العنف الجنسي الذي ترتكبه الميليشيا تتم بعد مهاجمة المنازل وترويع الأسر، وذلك في كردفان في ولاية شمال كردفان، في مستهل الحرب وولاية الخرطوم الكبرى ودارفور. لقد شنت ميليشيات الدعم السريع بقيادة علي يعقوب هجوماً على الفاشر يوم الجمعة 14 يونيو عند اعتماد القرار 2736 الذي يطالبها بإنهاء حصار المدينة، وشاركت فيه بحشود كبيرة من عناصرها المحلية ومرتزقة من تشاد وأفريقيا الوسطى والساحل، واستخدمت المدرعات وقذائف الهاون بهدف إسقاط المدينة والقضاء على المدنيين من قبائل دارفور الأصليين، وأن الفيديوهات التي أصدرتها تؤكد عزمهم على تصفية الزغاوة في مدن نيالة وزالينجي وجينينة وكبكابية وسرف عمرة، وتصدت لهم القوات المسلحة والمشتركة، ما أدى إلى مقتل قائد الميليشيا علي يعقوب. السيد الرئيس، عدد من المجازر ارتكبتها من ختاماً عدد من المجازر ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع خلال مداولات مجلسكم يوم الخميس، وهي قصفت قرية الشيخ السماني جنوبي ولاية الجزيرة مرتكبة مجزرة حصيلتها عشرات من النساء. ارتكبت المجزرة في قرية ود النورة، قتلت فيها 270 من المدنيين. شنت هجمات أخرى استهدفت عشرات القرى في الجزيرة شمال جنوب كردفان وغرب كردفان وأم درمان والخرطوم، وشنت الهجمات على معسكرات النازحين مثل معسكر أبو شوك. شكرا سيد الرئيس على صبرك.